زي ما انتوا شايفين يا جماعة انا جبت النينجا اصور معاه، ومش بس النينجا لوحده ده انا جبت العصابة كلها، كابتن محمد كمان معايا. ازيك يا رجالة؟ الحمد لله. لازم انت عامل ايه؟ منورين الدنيا والله. انت دلوقتي اغلى صفقة اتعملت في تاريخ النادي الاهلي كانت انت. الحمد لله. صح؟ ما شاء الله يعني. الحمد لله. ايه بقى القصة دي؟ ما تحكي لنا شوية كده عنها. والله طبعا هي قصة طويلة شوية والناس كلها عارفاها طبعا، ان انا من وانا في المقصة كنت نفسي اروح الاهلي وكده، فبس ما حصلش نصيب بقى وكده، ولما ربنا كرم واحترفت رحت العين، فربنا كرمني وخدت دوري وخدت كاس رئيس الدوله حافظه الله، وخدت افضل لاعب في الامارات، فكنت انا ماشي كويس. فطبعا الاهلي كلمني وكده، فقال لي عايزينك بقى تيجي وكده، فقلت لهم طبعا يعني انا مرحب في اي وقت. انا على حسب معلوماتي انه اول يوم كان في قصه حصلت معاك وان هربوك ودخلوك ازاي، صح؟ ايه بقى القصه دي؟ والله القصه كانت اللي احنا جينا بدري قوي، انا صحيت بدري جدا اليوم دوت، يعتبر ما نمتش يعني، كنت واصل يعتبر من اول اوائل الناس في النادي، مش مثلا لعيبه، لا انا اوائل الناس في النادي. فاللي هو وصلنا والناس بقى مستنياني، لا تعال ادخل من الباب دوت، لا في زحمه، لا ادخل من الباب دوت، لا تعال انت هنا، وادخل من هنا وافضل الف وارجع واروح. في الاخر راح دخلوني كده بقى تهريب كده، واحده تهريب كده عشان ما حدش يشوفني. في الاخر دخلت لقيت الناس كلها برده مستنيه. بس انا عارف انت اتنزلت عن فلوس كتير قوي عشان تبقى في الاهلي. والله بص يعني انا النقطه ديت ما بحبش اتكلم فيها، لان يعني حتى لو انا عملت كده الحاجات دي كلها قليله بالنسبه للاهلي، يعني الحاجات دي كلها قليله بالنسبه للاهلي. النادي الاهلي كبير، يعني طول ما انت عايز تلعب في النادي الاهلي وطول ما انت عايز تحقق حلمك مش تفرق معاك اي حاجه. احكي لي مواقف بقى لما كنت بتروح تشجع والناس واللعيبه دورك من مدرجات مش كلاعب كوره. والله يعني انا احكي لك موقف، كنت انا ومحمد واصحابنا كلنا في ماتش الاهلي والاتحاد الليبي، الاتحاد الليبي اللي هو جول شهاب، وكنا قاعدين ورا الجول اللي هو اللي جه فيه الجول التالت بتاع شهاب، عاملين بقى نشجع وكده. والمباراه طبعا الاهلي لازم يكسب 3 عشان يصعد، والمباراه طبعا صعبه جدا، وكلنا قاعدين بقى بص ما ايوه طبعا متخيل لازم تكسب والشوط الاولاني طبعا ما فيش، ولازم تيجي الجول بتاع شهاب دوت، وقاعدين بقى وكله ما فيش بقى، ومره واحده الجمهور بقى طبعا انت عارف الجمهور الاهلي طبعا أيوة. وكله عمال بقى يشجع ومش عارف ايه وايه، هوب الجون جه من هنا، في ناس بقت ترمي بعض من فوق. يا نهار والله ما يرموا بعض بجد والله، في ناس، في واحد كان بيشيل الناس ويرميهم، ودي حصلت قدامي، كان بيشيلهم كده بيشيل الجمهور واحد كذا واحد ويرميه من الفرحه بقى من الفرحه. ايوه طبعا. وايه بقى والتاني بقى ينط ينزل على الناس اللي تحت بقى، ويا لهوي واحنا واقفين بقى يا لهوي يا لهوي، وكله بقى عمال يضحك بقى. انت المنظر اصلا غريب اللي هو انت بتعمل، انت بترمي الناس ايه يعني والله. والمشكله اللي بيقع بيقوم عادي، مفيش اي ولا كان حاجه حصلت، يقوم يشجع ومفيش اي حاجه. وزي ما انتم شايفين دي لحظه دخول جمهور الكابتن حسين وجماهير النادي الاهلي الفايزين مع مرسول. كانت لحظة عظيمة جدا ان هم داخلين استاد النادي الاهلي مستنيين الكابتن حسين ومستنيين جوائزهم اللي وعدهم بيها مرسول، ويقضوا يوم لطيف جدا مع الكابتن حسين ومع مرسول والنادي الاهلي. احكي لي مثلا مواقف من المواقف تحصل معاك من الجماهير، مثلا انت في سوبر ماركت وانت في الشارع. كنا واقفين مثلا تحت البيت مثلا عند والدته كده واحنا واقفين كلنا، فالمهم واحد يجي يقول لي كابتن حسين اتصور معاك، اقول له كابتن حسين، اقول له عايز ايه؟ يقول لي عايز كابتن حسين اتصور معاك، اقول له اهو هات التليفون تعالى، واجيب التليفون واخلي محمد يقول لي يا حبيبي مش انا هو والله ما انا، قال له يا ابني تعالى بص يا ابني ما تتنكش على الناس يا حبيبي تصور، بطل تنك على الناس يعني تصور ما فيهاش حاجه يعني. ايوه الناس بتحبك يعني، هات التليفون وبياخدوه يسدوه ويتصور والناس تمشي بعد ما الناس والناس يتصوروا فرحان وماشي. والله انا سامع ان انت عندك جندي مجهول. والله طبعا يعني اخويا طبعا والله يعني دايما معايا ودايما بيشيل عني حاجات كتير، و دايما لما بكون في اي حاجه بتكلم معاه طبعا في حاجات كتير، يعني هو مش اخ مثلا ولا حاجه، ولا هو مثلا لا هو وكيل اعمالي ومسؤول عن كل حاجه ليا، وانا من زمان بجننه يعني ومطلع عينه. قضينا وقت لطيف في العربيه والكابتن حسين بيحكي لي على المواقف اللي بتحصل معاه مع النادي الاهلي، ودي لحظه دخولنا الاستاد انا والكابتن حسين على جماهيره اللي قاعده من بدري مستنيه في الاستاد عشان يسلمهم جوائزهم اللي جاي من مرسول. ده كمان محضر لهم مفاجأة لذيذة جدا، انه هيطير تيشيرتس ممضية بإمضاءات كل نجوم النادي الأهلي على منطقته.